سمعت في مأساة الأخوة السوريين، فحاولت أن أنا أساعد بكثر ما أقدر. بدأت في البداية بالرحلات الإغاثية مع لجان متعددة، لكن ظلت عندي رغبة أن أنا أشارك في الإغاثة في مجال تخصصي اللي هو المجال الطبي. حرصنا أن احنا نقابل الأطباء السوريين عشان نعرف ما هي احتياجاتهم الأكثر، يعني أهم الاحتياجات اللي هم محتاجينها داخل سوريا. فكانت على رأس هذه الاحتياجات الحقيبة الطبية الإسعافية. احنا هني نتكلم عن مو حقيبة اسعافات اولية بسيطة، يعني احنا نتكلم عن شيء متطور، يعني من خلال الحقيبة الاسعافية هذه توصل مريض الى تنفس صناعي، تعطيه سوائل، تنقل له دم، ممكن تتحكم في النزف، ممكن تجري حتى عملية صغيرة الى متوسطة. احنا نتكلم عن شيء يعني متطور. السؤال اللي ينسأل دائما، هل فعلا هذه الجنطة ممكن تنقض ارواح البشر؟ طبعا اغلب الاصابات اصابات تروما، يعني حوادث، فاهم خطوه في علاج المريض هذا هي خطوه انه هو يستقر لدرجه انه هو توصل المستشفى، توصل الى مكان العلاج النهائي. يعني فالحاله الاستقرار المريض هذه هي اهم من اهم خطوات العلاج. فطبعا بدون شك يعني هي ان شاء الله باذن الله راح تساهم 800-900 دولار بالنسبه حق انسان، يعني شخص عادي جدا او عائله صغيره تتمكن انها تجمع هذا المبلغ، وشوف أجرها عند رب العالمين إذا أنقذت فيها أرواح. مساهمتك رحمة لهم.